شو الحكي اللي عم تحكيه مع أهل حارتك يا ابني؟ شو حكيت؟ يا ابني هذا اسمه غلوف الدين، لا أنت ولا أنا ولا كل رجال الحارة بتقدر تتحمله. شيخي ما فهمت عليك. يعني إذا أنت أصلا مو فهمان مصطلح غلو، كيف عم تعطي درس بالدين؟ يا ابني الغلو هو التوغل في الدين والابتعاد عن الوسطية يلي هو جوهر الإسلام الحقيقي. ما سمعت بحديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام، عندما اجتمع نفر من القوم فقال بعضهم أنا أقوم ولا أنام، وقال آخر أنا أصوم ولا أفطر، وقال ثالث أنا لا أتزوج النساء، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليهم ما بال أقوام يقولون كذا ويقولون كذا، فأما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بعدين يا ابني انت عم تقول للشباب بكفي نوم.